نعش عبد الحليم كان فاضي، والجنازة الكبيرة اللي الناس مشوا فيها دي كانت مجرد جنازة وهمية، وكل الناس اللي مشوا يعيطوا على عبد الحليم وكانوا بيتسابقوا من يشيل النعش بتاعه، كانوا شايلين نعش فاضي والعندليب ما كانش فيه. ورغم ان جنازة عبد الحليم حضرها ملايين من الناس وكانت من اكبر الجنازات اللي حصلت في تاريخ مصر، لكن المفاجأة اللي محدش يعرفها ان نعش عبد الحليم كان فاضي، وجنازة العندليب اللي مشوا فيها كانت مجرد جنازة وهمية. يا ترى ايه حكاية الجنازة دي؟ وايه قصة النعش الخالي من الجثمان؟ ويا ترى جثمان العندليب راح فين؟ الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من اكتر الفنانين اللي سابوا بصمة في قلوب الجمهور، ورغم ان هو رحل عن الحياة من اكتر من 40 سنة، لكن لسه لحد دلوقتي جمهوره ما قدرش ينسى. عبد الحليم فارق الحياة يوم 30 مارس عام 1977 بعد صراع طويل مع المرض، ومن الاسرار اللي محدش يعرفها ان نعش عبد الحليم كان فاضي، وان جنازة العندليب الكبيرة اللي الناس مشوا فيها كانت جنازة وهمية. اسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كشفت السر بعد وفاته، وقرايبه قالوا ان العندليب مات يوم 27 مارس في لندن، ولما جه مصر جثمان واتحط في التلاجة في مستشفى في المعادي. وقتها اسرته خافت ان النعش يتخطف او الجثمان يتبهدل بسبب زيادة عدد الناس في الجنازة، واهله خافوا انهم ما يقدروش يسيطروا على الناس، فقرروا يعملوا جنازة وهمية ودفنوا جثمان عبد الحليم في المدافن اللي اشتراها بنفسه، وده حصل الساعة 6 الصبح، وبعدها صلوا عليه صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم، وبعدها النعش بتاعه خرج في جنازة رسمية وكان عليه علم مصر، والجنازة دي كانت من أكبر الجنازات اللي حصلت في تاريخ مصر، وخرج لتشيع جنازته ملايين من الناس، وكل الناس دي كانوا ماشيين في جنازة وهمية، والعندليب جثمانه ما كانش في النعش. ومن القصص الغريبة اللي حكتها أسرة العندليب إنه جثمانه لسه لحد دلوقتي زي ما هو وما تحللش. القصة بدأت لما المقابر تعرضت للغرق بسبب المياه الجوفية، فالأسرة قررت تنقل الجثمان لمكان تاني لحد ما تشوف حل لمشكلة الغرق، لكن هنا كانت المفاجأة. فلما العمال نزلوا قبر العندليب عشان ينقلوا الجثمان، لقوا جثمانه زي ما هو كأنه لسه مدفون دلوقتي، ولما شافوه بالشكل ده نادوا قرايبه علشان يشوفوه، وكانت ملامحه كأن شخص نايم مش ميت. الباحثين أكدوا إن كل الجثث لازم تتحلل، وإن عدم تحلل الجثمان بيحصل في حالات نادرة جدا، منها إن الجثة تكون مدفونة في أرض رملية في الصحراء، لأن البيئة دي مش مناسبة لنمو البكتيريا اللي بتخلي الجثة تتحلل، بالإضافة لامتصاص الرمال للسوائل الموجودة في الجثة، وده بيخلي الجثة تفقد رطوبتها، ومن هنا بتحصل الجثمان عملية شبيهة بالتحميض. وفي حالة تانية الجثمان ممكن يحتفظ بحالته، وهي إن الجثة تدفن في مكان تحت البحر أو النيل بعيد عن الهواء، وقتها المية بتتفاعل مع الدهون الموجودة في الجسم، والعملية دي اسمها التصبن الرمي، ووقتها الجثمان بيبقى شبيه بالصابون. هل سمعتم قبل كده عن موضوع عدم تحليل جثمان الموتى؟